السلام عليكم. انا اخو من الساكنه ديال درب المجره. هاد الناس هادو معدين علينا بزاف اخويا، حيت كل جمعه كتنزل لهم 70 قصيده ديال الكسكسو، باركين يعلفوا فيها ومعلفوا مباركين، حنا باركين عطيونا في العصا، باركين كيشيروا علينا قبيله بالحجر. شناهو اقسموا يا كريمين دابا نطلعوا تشوفوا دارنا، دارنا دابا دارنا كتبسلوا لنا على خواتاتنا، بلاتي بلاتي كتبسلوا لنا اخو على خواتاتنا، كيطلعوا لنا للديور راه بزاف اصاحبي، حنا كندبروا عليهم مع شناهو اي حاجه كيبغيوها كيعطيوها لهم، باركين يعلفوا فيهم كيعطيوهم الكسكسو كيعطيوهم الحليب كيعطيوهم كل شيء. اجي اقسموا بالله نطلعكم دارنا تشوفوها، دارنا انا كنسكن في درب مجرى 11 زرده فين يديروا الناس مسؤولين يديروا شي حل. راه حنا ولينا ناعسين وخايفين، دابا خليت الوالده كتراعد مسكينه اقسم بالله العلي العظيم. وكيطلعوا على الناس في ديورهم يعني بزاف حوايج ما كيحترموناش، بناتنا كيجيو هنا كيبقاو يقولوا هضره خايبه بزاف هنا يعني. والبيئه يعني تلوث البيئه بعدا هي الاولى، حنا في العمارات ولا كيطلع لنا الخنز والوسخ، لا دويتي معاك يولي مشكل معاك. حنا كنا هانين، كنا واقفين تمايا حتى لقينا الحجر وداك الشيء نايض ما عرفناش شنو. قال لك حكا كانوا هادو تعداو على الدراري هما الاولين، ومن بعد جاو الدراري هجموا عليهم. هادشي اللي في خبار. ايوا جاو البوليس، جاو هما اللي شعلوا العافيه وداك التخربيق صافي، حيت اصلا حنا تقهرنا ما بقيناش نقدروا ندوزو. تتصل تعود لي خصك غير يطلعوا لداركم، ما يمكنش لك يتحيدوا من هنا، يديروا لهم شي ملجا في بلاصه اخرى صافي يحيدوهم. اه ما حنا ماشي ضد انهم يبقاو هنايا، ما يديروا لهم كيف الدول الاوروبيه ولا هذا، يديروا لهم شي ملجا، ما يخلوهمش. حنا غادي ما كنقدروش، ما كاينش امان، ما تقدرش تهضر دار صافي. ان هاد الناس هادو مجهولين الهويه، داخلين داخل الدوله بطريقه غير مشروعه، وهذا قانون ما مش موجود في اي دوله في العالم. اي دوله في العالم كتدخل بطريقه غير مشروعه كترجعك للبلاد ديالك، في حين حنا المغرب هنايا انتم كتشوفوا الناس عايشين عندنا هنايا شحال من سنه، كاين اللي سنه، كاين اللي سنتين، كاين اللي سبع سنوات عايش بطريقه غير مشروعه، ما عارفينوش كاع شكون هو، انسان مجهول وما عارفينش اشنو داير في البلاد ديالو، اشنو عنده، اش من التهم اللي وراه، ما عارفينوش. فلازم يشوفوا السلطات يشوفوا حل هاد الناس هادو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.